هاي بدي أعرف عن حالي. تانيا بافشا ميديا كونسلتنت، أنا بشتغل سوشيال ورك، يعني اشتغلت بالحبس وكمان حاضرة زينة دكاش بكمان 12 غاضب. ما قدرت أبدا أقارن لأنه أبدا أبدا ما كتير يعني في مقارنة. أنا شغلي يعني شفت قد في شغل بسيكو سوسيال على اللي عملتوه، قد في كل واحد الميموار تبعيته اللي كان دفنها طلعت بهذا الويكلو كلها. وبدي اوجه تحيه بغيابه لباتريك انه اخر شيء هو يلي فاينلي يعني مسك الختام، كان انه هو اللي استسلم لانه كانت قضيه حملها. بدي احكي عن كريستينا كمان لانه فلت. عنا دائما بالقرارات بلبنان هو النسوان هيك مثل كريستينا اللي بعاد عن الرياليتي وبيقرروا مصير عالم. اوكي نحن دائما بنكون يعني هي عكس تمام الفيمينيست اللي عم تحكي، وانت عم تقولي انت مره مثلي ابدا هي ما بتشبهك بشيء. يعني بدي اقول انه البيكلو عاده هو شيء كثير صعب انه يضاين ساعه ونص حدا ما يختنق، وانتم قطعتوه بطريقه كثير حلوه. التكنيك تبع التصوير، تكنيك الموسيقى، الاخراج، كل وقت عم بسال انه هذا صوت شو، انه طيران اسرائيلي او شيء، بفتكر طلع رعد لانه بدها تشت. كان دائما في اشياء عم بتتغير. الكريمينولوجي اللي شغالين عليها، انا دارسه كريمينولوجي ضمن ترافاي سوسيال لنشتغل بالحبس، دارسين على التفاصيل تبع الادله قديش انه كيف بده يضرب وكيف بده يعمل. وانتم ناس عادي بالحياه، يعني كان في بيناتكم سوري انه بيلعبوا بالفوتبول وهيك، انه ناس عن جد يمكن ما بيقدروا يفهموا هالقد اشياء بالتفاصيل، وقدرتوا اخر شيء تقتنعوا وتقبلوا. شغله كانت كثير معصبتني بالاول وارتحت فيها بالاخر، انه مين بيسلط بشر على بشر ويكونوا مش انه من عامة الشعب مثل ما بيصير ببلاد برا تقرروا حياة انسان. وهذا اللي كان الموقف تبع طارق يعقوب، انه خلونا نحكي. وكنت كثير معصبة صاري من يارا انه مستعجل كل الوقت وهو مستعجل في حياة انسان، ونحن بلبنان كمان وقت دول بتقرر مصيرنا بكونوا هيك مستعجلين على الوقت وعندهم غير التزامات، وحياتنا اليومية وقراراتنا بتتقرر. سو تانكيو لانه مرقتوهم بطريقة كثير ذكية، تانكيو لانه مرقتوهم بكل مصداقية، لأنه كل كلمة قالت حتى باللهجة حتى بالمسبة حتى بالبادي لانجوج حتى باللهجة كانت كتير حلوة. بدي وجه كتير تحية لنسيت شو اسمك صلي طاري. أوكي للتأتأة، لأنه من الأول أنا كنت عم أقول أكيد في سبب وراء التأتأة، وتحكي باللهجة السورية راحت التأتأة. كيف في درس بسيكولوجيك كتير أوي. أنا بدي حييك بودي، بدي حيي باتريك كمان على سكريبت، بدي حيي كل الكرو، لأنه التقنية تبع التصوير هي اللي خلتنا ما نعبق بالميكرو يلي نحن بنخاف منه كثير. اوكي ثانك يو كثير. اللوكال كثير حلو. اوكي فقير كثير لا لا يعني لافين بالمبدا، بس حلو لانه ما التهينا باي تفصيل، التهينا فيكم بالطاوله. ثانكس لهيك عمل بيرفع اسم لبنان. هوب انه بس كان عندي سؤال انه الترجمه مش دائما كان فيها نفس الكريديبيليتي تبع الكلام اللي عم بينقال، بنشوفها هيدي عاده بالفستيفالات، اذا بس في تبرير للترجمين عملها وليش صار بهالطريقه، على امل انه هذا الفيلم نشوف برات لبنان يلا يعرفوا نحن شو بنفكر شو بنحس وكيف نتصرف وشو بنعمل. ثانك يو كثير. هذا بعد عنده سؤال.